السلام عليكم وأهلا بكم في سلسلة الفري إيفنتس. معكم ياسر شعبان. لو الصوت تمام نكتب واحد في الشات لو سمحت. لو الصوت تمام نكتب واحد في الشات لو سمحت. أهلا بكم جميعا وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير. طبعا ربنا يحفظ الفندس خير. أهلا بكم جميعا. طبعا الإيفنت بتاع النهاردة وبصراحة هو يعني احنا عملنا كده زي تصويت ولقينا ان في ناس كتيره جدا بتطلب الحته بتاعه ان هي عاوزه يبقى فري ديسكشن او تسال اسئله وانا ارد عليها. يعني اهلا باشمهندس احمد زهير، اهلا بكم جميعا وموفقين، اهلا بكم. انا عاوزين بس نعرف الناس اللي موجوده، لو سمحتم تقولوا لي كده عشان اعرف بس يعني سن الناس اللي موجوده وخلفياتها، بحيث ان انا اقدر اتكلم على مستوى الحدث يعني. فكل واحد بس يقول لي كده ايه يعني، هو طالب او مهندس او طب، يعني التايتل بتاعه ايه وشغال ايه يعني، بحيث بس اعرف بس اتكلم ازاي مع الناس يعني. طبعا معظم الناس انا شايف الناس معظمهم شغالين مينتننس، فليت مانجر، معظمهم باشمهندس يوسف اهلا وسهلا بيك، معظمهم مينتننس برضو، معظمهم مينتننس. وبشمهندس خالد تيتشنج اسيستنت، اهلا بيك بشمهندس خالد. معظم الناس انا شايف ان هي سيفل انجينير، طبيبة باطنة، اهلا سهاب شمس اسراء، اهلا دكتورة اسراء، اهلا وسهلا بشمهندس طاهر جلال، مش واخد معايا 50 كورس، اهلا بيك. طيب ماشي. وعندنا في ناس اسيت مانج، اسيت انتجريتي انجينير فنش اشرف. طبعا انا شايف ان في ناس باشمهندس خالد نصار ما بيحبش يتكلم عن نفسه، ادنك اهلا بيك، ده نفس الكلام بتاعي بالظبط حبيبي ربنا يحفظك. مهندس صيانه مستشفى اهلا وسهلا بيكم، سبير بارت ستوك كنترول مانجر اهلا وسهلا، مطريه 2006 اهلا وسهلا بيك احمد، باشمهندس احمد ده عارفني كويس يعني. طيب هو في الحقيقه النهارده كان اوبن ديسكشن، وفي ناس طبعا لسه ناس بتكتب. انا شايف طبعا الناس معظمها مهندسين مش طلبة، زي كنت في طلبة قليلين قوي، مش أهلا محمد، لكن معظم الناس كبار يعني مهندسين كبار، قصدي كبار يعني، يعني ناس خريجين يعني، قصدي مش حاجة تانية يعني. فأنا كنت في اقتراحين. الاقتراح الأول إن هو أهلا وسهلا باشمهندس مصعب، أهلا وسهلا اف 66، أهلا بيك. الاقتراح الاول ان هم جمعوا لي الاسئله اللي هي اتقالت كلها، كان في فورم كده، فالفريق عندنا في انجينج تراكس جمع لي كل الاسئله، وكان اسئله كثيره جدا يعني، حوالي بتتكلم بحوالي 200 300 سؤال، ودي حاجه غريبه قوي. في اسئله بقى ايه غريبه، من نوعيات غريبه يعني، لكن في اسئله ظريفه. فانا قلت لهم اختاروا لي مثلا 20 سؤال على قد الساعه اجاوب عليهم، فهم اختاروا لي شويه اسئله حوالي 15 سؤال ولا حاجه كده، وهم موجودين معايا. لكن انا لو انتوا عاوزين تسالوا تخيلوا الاسئله اوبن ديسكشن والناس تسال وانا اجاوب، اعتقد هتكون الذ يعني. لان الاسئله اللي جات لي كلها هي اسئله، هي ظريفه الاسئله كلها، انا ممكن اوريها لكم. لكن الاسئله كلها من نوعيه يعني فيها تكرار شويه، وفيها حاجات بقى انت ليه، طب انت كنت عايش في كندا، طب سبت كندا ليه وجيت مصر ليه، وفي اسئله تانية كده برضو ظريفه انا ممكن اتكلم عنها. في اسئله طبعا بتتكلم، طبعا انا حاسس ان هي يعني فيها نوع من المبالغه شويه، ازاي انت وصلت للمستوى دوت، و يعني كحاجات زي كده. وطبعا الاسئله فيها مبالغه شويه، لكن لو انتوا تقولوا لي الاسئله اللي هي في دماغكم، لان انا شايف الاسئله زي ما انتوا شايفين كده، هم جمعوا لي الاسئله دي بحيث لو انتوا ما سالتوش او انتوا عاوزين نتكلم على طول اتكلم. بس الاسئله كلها انت ليه سبت كندا وجيت ليه، وهل دي وبقولي انت ندمت على كده. وفي اسئله برضو ازاي وصلت للمستوى ده او ليفل اوف اكسبيرينس، وازاي تمنتين الهايست ليفل اوف ليرنينج، انت شايف فين مستقبل الاسيت مانجمنت في الميدل ايست، هاو كان اي كواليفاي، ازاي انا بقى كواليفايد انجينير. وفي اسئله ثانيه مكتوبه بالعربي برضو هم مجمعينها، ايه حكايه عراب الصيانه، يعني منتشرة اليومين دول كده على لينكد ان، حكاية عراب الصيانة ومين قالها عليك، ايه المشاكل والمعوقات اللي قابلتك وازاي قدرت تتغلب عليها، برضه نفس الكلام وصلت للمستوى ده ازاي، وكانت ايه الدوافع. كل واحد طبعا كاتب سؤال بطريقته،
تنصح الناس بإيه بشكل مجمل في حياتهم؟ إزاي أقدر أكمل وأعافر مش عارف بدون ما أشتت أو أشعر بالملل؟ إيه أصعب شهادة عدت على حضرتك وأنت بتحاول تحصل على اعتمادها وليه؟ طبعا الأسئلة اللي أنت شايفينها هي أسئلة ظريفة مش وحشة. هما طبعا اختاروا الأسئلة دي، التيم اللي معايا هو اللي اختارها يعني، أنا لسه حتى شايفها حالا دلوقتي. بحب أنا أخلي كل حاجة كده إيه على الهوا، فممكن أنتوا تسألوني ولا أجاوب على الأسئلة دي لو أنتوا عاوزين يعني لو في حد عنده أسئلة بحيث إن الكلام يبقى ظريف. لو أنت عاوزني أجاوب على أسئلة أمشي فيها كده واحدة واحدة، أنا ما عنديش أي مشاكل. لو في أي أسئلة أنتوا عاوزين تسألوها ممكن نسألها. يعني أنا رقمت الأسئلة اللي هم حاطينها 6 7 8 9 10، حاطين لي 11 سؤال. فتحبوا إيه الأسئلة اللي أنتوا تحبوا اللي أنا أبدأ بيها؟ أو إيه الحاجة اللي أنتوا عاوزين؟ أنا عاوز بس الكلام يبقى مفيد، لأن إحنا طبعًا أي وقت بنقضيه لازم يبقى مفيد للناس يعني. ففي هل في أسئلة أنا شايف إن حضرتك تاخد أسئلة أحسن مننا؟ طب أوكي، قول إن عنده سؤال ممكن يقوله ونرد عليه يعني. يعني ربنا يحفظك يا باشمهندس أحمد. أنت قول لي الأسئلة اللي أنتوا عاوزينها أو السؤال اللي أنتوا عاوزين نرد عليه وأنا أتكلم فيه يعني. اتفضل اتفضلوا. best practice during your life. والله في الحقيقة السؤال ده جميل، اللي هو البيست براكتس. البيست براكتس طبعا هي حاجه، انا ارضى على السؤال ده الاول بتاع باشمهندس احمد زهير. البيست براكتس هي حاجه اللي هي بنسميها احنا بنسميها افضل الممارسات، ودي اللي هي بتتم في عمليات المينتنس والاوبريشن والكلام ده كله. البيست براكتس دي عاده بتبقى حاجات بتتشير بين الناس عن طريق الخبرات يعني، مش لازم تبقى مساله رياضيه يعني. فطبعا البيست براكتس دي هو ازاي انك انت تقضي يومك او انت ازاي تغير في حياتك والكلام ده كله. والله هو الفكره ببساطه ان هو يعني دايما انت بتدور على الشيء اللي ينفعك يعني. يعني بتدور على الشيء اللي بينفعك يعني. دايما انت عارف، انت في قول ظريف كده بيقول لك ايه، دينارا لمعاشه او حسنه لميعاده. يعني اي حاجه بتعملها حاول تخليها يا اما تكون انت يعني بتكسب منها شيء او ان هي تكون ليك في اخرتك يعني. هي دي الكلام بتاع البيست براكتس ببساطه في حياتك اليوميه. ممكن حضرتك تحل اسئله وفي النص يكون في اسئله جانبيه. ده ماشي، ده اقتراح ظريف برضو. السؤال الاولاني بيقول لك why did you leave Canada، وهل وانت ندمت على كده ولا لا. هو في الحقيقه كل واحد بيبقى ليه سكه في حياته، والسكه ديت يعني ممكن تقول ان هي مكتوبه له يعني. يعني انت عارف كده يعني ايه، مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت علينا خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواه. بيتين الشعر دول بيلخصوا الموضوع يعني. أنت ساعات بتكون في حاجات كتيرة جدا مسيرة في حياتك ولست مخير، لكن الـ يعني كل واحد ليه حساباته الخاصة يعني. لكن في الآخر هو أي حد عايش في أي مكان على وجه هذه الأرض بيختبر في الحياة. فأنت اللي عايش في كندا تعبان، واللي عايش في الخليج تعبان، واللي عايش في أوروبا تعبان، واللي عايش في اي مكان بيكون تعبان، لان ده اختبار في الاخر. فالفكره كلها ليه سبت كندا؟ انا حسيت ان ممكن يكون تواجدي هنا في الميدل ايست يعني، في منطقه الميدل ايست هيكون افضل، وفي نفس الوقت هكون مؤثر اكتر يعني. لكن في ناس بتفضل ان هي تعيش هناك وبرضه بتكون ناجحه. فكل واحد بيبقى ليه رؤيه شخصيه، والموضوع كله في الاخر موضوع ربنا بييسر الطريقه يعني، بيخليك بي 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 يعني كله ميسر لما خلق له. فاكيد انا كنت في كندا ممكن ما كناش قاعدين في الايفنت ده دلوقتي، او ممكن ما كنتش انا مؤثر في الناس بالذات في مجالي يعني بهذا الحد يعني، زي الناس ما بتقول يعني، مش انا اللي بقول. فالفكره كلها هي خطوات انت بتمشيها. فاللي عايش في كندا مش مستريح، واللي عايش في اوروبا مش مستريح، كله عايش في تعب وجهد ومشقه يعني. لقد خلقنا الانسان في كبد يعني، فالناس كلها عايشه في اختبار. فما تحسبش يعني اللي عايش هنا مبسوط واللي عايش هنا مش مبسوط، لا، هو كل الموضوع ان هو اختبار والناس عايشه فيه. اهم حاجه بس في الاخر ايه هي نتيجه هذا الاختبار. طبعا انا ما ندمتش لحظه اللي انا رجعت من كندا خالص، بالعكس انا شايف ان هو ده الطريق الصح وان ربنا رسمه لي ان انا اكون موجود هنا.
ده بالنسبة لي السؤال بتاع كندا. طبعا انا مش هجاوب بقى، وطبعا الفنان صاحب الحجاب بيقول الدينستي فانكشن والوايب والكيرف وبتاع، فاحنا مش هنخلي، بلاش اسئله تكنيكاليتي دي قوي، لا احنا بنخليها كده حاجات في اللذيذ بحيث ان الناس كلها تستفاد، لان احنا الناس هنا قاعده خلفيات مختلفه. ليه ما تعملش كتاب خاص بتقنيات الصيانه وادارة الاصول باللغه العربيه؟ وفي الحقيقه انا حاليا دلوقتي بفكر في القصه دي، اللي انا فعلا اعمل كتاب ان شاء الله باذن الله، هيكون يعني بدات افكر في الموضوع اللي انا نعمل كتاب ان شاء الله باذن الله، ونخلي كتاب يعني هيبقى اسمه الصيانه والمعوليه واداره الاصول ان شاء الله باذن الله. انا بدات فيه ولكن لسه في مراحله الاولى يعني، بس هو في ذهني ان انا اعمل كتاب يقدر يفيد الناس يعني في الحته بتاعه الصيانه والمينتنس واللايبيليتي والاسيت مانجمنت. طبعا في عمرو بيسال هل ممكن اكتب الاف في بتحضير المعادله مش عارف ايه، بيسال طبعا موضوع الاف في والكورس والكلام ده كله. زي ما قلت لك احنا مش عاوزين نخلي المحاضره مخصصه بشيء معين، لكن طبعا حاجه زي الاف اي والكلام ده كله دي شيء من الكورسز او من الشهادات اللي هي يعني في بدايه حياتك بالذات تبقى حاجه كويسه جدا، لانها بتراجع الفاندمنتالز، وطبعا ممكن تحصل عليها في اي وقت، تستغل الفتره اللي انت فيها في الجيش انك تحصل عليها. استشاره في موضوع بالنسبه للمهندسين في القطاعات الخاصه، هل يستمر في العمل الخاص ان يفتح مشروع خاص بالمهندسين ويخوض المخاطره والكلام ده كله. او في الحقيقه دي هتبقى برضه حاجه موجوده دلوقتي حاليا في الميدل ايست بالذات، اللي هو موضوع اللي هو كل واحد عاوز يبقى ليه مشروع خاص، وكل واحد بيبص على الناس اللي هي ناجحه في موضوع المشاريع الخاصه ان هي كرول موديل. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه، الفكره كلها مش اي حد مؤهل ان هو يكون ليه مشروع خاص، وفي نفس الوقت مش اي حد مؤهل ان هو يكون ان هو بيدير ناس. فالموضوع دوت موضوع دي من الحاجات اللي هي موجودة في الميدل ايست، والشباب الصغيرين بيتخيل ان هو اول ما يتخرج هيبقى هو هيفتح بقى ايه، هيبقى يعني هيبقى هو يعمل بيزنس جديد والكلام ده كله وانتربريتورز والكلام ده كله. الكلام دوت مش حقيقي، لازم انت تاخد فترة معينة في خبرات معينة، وعند سن معين انت هتلاقي نفسك اللي انت في لحظة معينة في حياتك اللي انت لازم يكون ليه مشروع خاص، او مش ممكن، او ممكن ما يكونش ليك القصة دي خالص، مش عيب يعني. يعني حكايه المشروع الخاص وانك انت كل تخيل ان كل واحد فينا عاوز يعمل مشروع خاص، طب مين اللي هيشتغل عنده؟ او مين التيم اللي هيكون معاه؟ هو في الحقيقه في ناس بتبقى مؤهله لكده، يعني في ناس ان هي بتاخد الريسك وكده، بس مش كل الناس عندها هذه الملكه. فما تخدعش نفسك يعني، انت ممكن تكون ترس في ماكينه في ماكينه كبيره، وفي نفس الوقت ممكن تكون انت صاحب هذه الماكينه. في الحالتين انت صح، بس مش كل واحد عاوز يتخرج هو عنده حاجة وعشرين سنة ويفتح مشروع. الكلام ده كلام غير منطقي تماما، كلام غير منطقي تماما، واللي بيقوله ناس بتهرتل وبتقول أي كلام، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. ممكن حضرتك تتكلم ازاي حضرتك بتنظم وقتك سبيت حضرتك؟ والله موضوع التنظيم الوقت دوت التايم مانجمنت ده موضوع كبير، لكن في الحقيقه هو الفكره كلها ان انت حاول تستفاد من حكايه السمول اللي هو الكونتينوس امبروفمنت، ان انت كل يوم تعمل حاجه مفيده. الفكره في اليوم ان انت لازم يعني، الحاجه اللي انا اكتسبتها في الفتره الاخيره او فهمتها في اخيرا، ان موضوع السمول امبروفمنت او الحاجات الصغيره اللي بتعمل دي بتليد في الاخر لهيوج ريزلت. بمعنى ان انت لو انت بتقرا صفحه كل يوم هتبقى اكسبيرت بعد 5 6 سنين، لو انت بتلعب رياضه كل يوم شكل جسمك هيتغير بعد فتره. الفكره كلها في الاستمراريه، هي دي المعادله بتاعت النجاح، ان يكون في استمراريه. وانس انك انت عندك موضوع الاستمراريه، فهتلاقي ان الامور انك انت تقدر انك تستمر، لان مشكله النجاح ان هو لا ياتي الا باستمراريه. يعني انا على المستوى الشخصي لازم كل يوم اتعلم حاجه جديده، لازم كل يوم اتعلم حاجه جديده، فلو ما اتعلمتش يوم حاجه جديده او ما قراتش حاجه جديده في اخر اليوم بتعب نفسيا، يعني بيبقى عندي نوع متضايق كده يعني. فلو انت خليت دي هابت في حياتك انك كل يوم تتعلم حاجه جديده، وان انت تحافظ على وقتك، وان انت ما تهدرش وقتك باي اسلوب، يعني انت ممكن تكون بتحب القراءه مثلا، ممكن انت تكون بتحب الرياضه، ممكن تكون، بس اهم حاجه تستفيد من وقتك يوميا. مش لازم انت ايه اللي بتعمله فعليا، بس اهم حاجه ان انت ما يكونش فيه اهدار للوقت. لكن طريقه انك انت تنظم وقتك وتحط جدول والكلام ده كله عاده بيبقى كلام مش مظبوط، وياما ناس عملت جداول ورميتها في الزباله يعني. فهي الفكره كلها انك انت
بتبقى بس بتحافظ على وقتك، يعني انت دايما بتعمل حاجه مفيده. دكتور، انا ميكانيكي حديث تخرج، ابدا ازاي في مجال التصميم، وهل الماجستير ضروري في المجال ده؟ برضه حته الناس ان هي عاوزه كلها تخش مجال الاكاديمي، ده كلام مش صح، لان الشغل عاده التعليم فيه في حاجه اسمها اكاديميك وفي حاجه اسمها بروفيشنال. ان مفيش، انت مش معنى ان انت خلصت كليه انك انت تروح على طول تحضر ماجستير والكلام ده كله، الا لو انت عاوز تخش هذا المجال، لو انت عاوز تبقى تشتغل في ريسيرش اند ديفلوبمنت، تشتغل فيه مثلا محاضر في جامعه، تخش السك بتاع الاستاف بتاع الجامعه، كل الكلام ده كله مركز بحوث مش عارف ايه. ففي الحاله دي انا اشجعك انك تروح في الحته دي. لكن الناس اللي هي بتحضر ماجستير ملل، او ان هي ايه يعني اول ما يخلص بقى بكالوريوس هيعمل ايه فيروح حضر ماجستير، ده كلام خاطئ. في حاجات اسمها البروفيشنال، اللي هي الشهادات اللي هي ممكن تساعدك في شغلك، تساعدك في شغلك. فانا طبعا انا مش اي يعني يعني انا ضد ان اي حد يكون فاضي يروح يحضر ماجستير، مفيش حاجه اسمها كده. الماجستير دوت ريسيرش والدكتوراه دي ريسيرش. فلو انت شايف انك انت عاوز تبقى في المجال ده، في الاتجاه ده، اوكي. غير كده عندك شهادات البروفيشنال اللي هي برضو بتجاوب على السؤال ازاي يكون كواليفايد انك انت في فيديو انا عامله يعني الايفنت هاو تو بي كواليفايد انجينير او هاو تو بي اكريد انجينير، في كل الشهادات اللي انت ممكن تاخدها حسب المجال بتاعك. يعني كل حاجه ليها شهادات وليها مجال. هنا في مصر الاف اي ازاي اقدر استفيد بيها، والبي اي خصوصا انا بكمل. والله الاف اي والبي اي والكلام ده كله هي اصلا شهادات في الاصل امريكاني، لكن هي انتشرت دلوقتي. يعني مش عاوز اقول لك ان احنا ساعات بنخش مشاريع بيبقى المطلوب فيها يكون بروفيشنال انجينير، يعني فيها بروفيشنال انجينير. هي طبعا شهادات مهمه جدا وبدات تنتشر في العالم بطريقه يعني، لدرجه ان مثلا عندك انت مثلا الهيئه السعوديه للمهندسين بقى حاطه شروط للترقيات والكلام ده كله، ان والاشتراكات ان هو يكون حاصل على الاف اي، والكلام ده جاي يعني اجلا او عاجلا هتلاقي برضو كله ماشي على هذا النهج، لان الشهادات دي بقت مهمه. هي بتبروف ان انت فاهم فاندمنتالز كويس. وطبعا شهاده البي اي طبعا اعلى، الاف في الخطوه الاولى وبعد كده البي اي. احمد بيقول كنت عاوز اعرف بس يا دكتور بعد ما اخلص الكليه ممكن اعمل ايه عشان اشتغل في اوروبا ما مهندس ميكانيكي. هو الفكره كلها ان الشباب الصغير بيبقى اللي بيتخرج هو ايه في دماغه السفر، ان هو عاوز يسافر ويروح هنا ويروح هنا. مفيش فيها مشكله هنا، اتس اوكي. لكن عاوز اقول لك ان العالم دلوقتي كله بقى عباره عن قريه واحده. يعني انت لو اشتغلت في مصر في شركات كبيره هتلاقي ان الكل يعني بيشتغلوا مع اجانب وبيشتغلوا في مشاريع خارجيه، فالموضوع السفر ما يكونش هو الاساس في تفكيرك. والله لو انت لو في ناس بيبقى غرضها السفر من اجل لاجل الحياه مش اجل العلم، يعني هو عاوز يسافر يعيش في، يعني السفر ده ساعات بيكون مسيطر على الشباب قوي. والسفر طبعا فيه فوائد كتيره والناس كلها اي حد بيسافر بيستفاد، لكن ما يكونش هو المسيطر على تفكيرك. يعني انت لو شغال في شركه هنا هتلاقي عادي بقى. يعني انا في 2007 و2008 كنت شغال في شركه وكان معظم الناس اللي بيشتغلوا معانا اجانب يعني، وكنت في مصر يعني. فالموضوع كله ملوش علاقه انت هتشتغل فين يعني، او المكان نفسه بيكون ليه علاقه اصلا بالمكان اللي انت شغال فيه، يعني الشركه اللي انت شغال فيه. لكن لو انت عاوز تسافر اي مكان، كل دوله يبقى ليها كواليفيكيشن معينه. يعني مثلا زي امريكا مثلا زي يكون الاف اي مثلا يعني. ممكن ترشح لي مرجع اشتغل فيه في الاف اي؟ والله في كتب بتاع ليدنبرج مشهوره قوي، دي حاجه كويسه قوي ممكن انت تشتغل عليها. كتب بتاع ليدنبرج مشهوره قوي يعني. ايه احسن طريقه لاجتياز البي ام بي؟ والله البي ام بي ديت هي اكثر الشهادات باشمهندس ايمان طلبا في العالم، ويعني ملايين الناس خدوها يعني. ف يعني هتلاقي ملايين القصص موجوده في موضوع البي ام بي. والبي ام بي عامه هي شهاده طبعا بتتكلم في البروجكت مانجمنت بروفيشنال، فدي ممكن هتلاقي فيها قصص نجاح مكتوبه على البي ام بي والكلام ده كله. بس هو طبعا عشان تجتاز البي ام بي لازم تاخدي كورس تريننج، يعني دي من شروط اصلا اجتياز الامتحان. فممكن تتواصلي معانا عند اي معانا بقى مع بتوع انجينيرنج تراكس، مع التيم عندنا ممكن يوضحوا لك اكتر ويعني يقولوا لك ايه المتاح والكلام ده كله. لكن
هي شهادة مشهورة وأكثر طلبا في العالم يعني. يعني احنا عندنا في انجينيرنج تراكس آلاف نجحوا في البي ام بي، آلاف مش مئات، آلاف يعني. احنا عندنا أعتقد رقم 1000 وي دلوقتي. وانجينيرنج تراكس تعتبر أكبر اي تي بي، أكبر أوثرايز تريننج بروفايدر في الميدل ايست يعني. ده البي ام اي اللي بيقول كده مش احنا يعني، هو اللي مصنفنا كده. از داتا ساينس ماشين ليرنينج يوسفول فور ميكانيكال انجينير. الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج والداتا ساينس والبيج داتا دي تولز بتستخدم في اي حاجه، سواء انت مهندس، طبيب، اي حاجه، اي حاجه يعني. كل الناس شغاله البيج داتا والكلام ده كله. انا كنت الدكتوراه بتاعتي كلها كانت في الداتا دريفن مينتنانس، يعني داتا دريفن مينتنانس، اتخاذ القرارات في الصيانه بيزد على الداتا. وممكن تلاقي حد بياخد في الداتا دريفن حاجه تانية، بشيل كلمه مينتنانس وحط اي حاجه تانية يعني. فطبعا دي تولز يعني. انت عاوز تقول ايه؟ الذكاء الاصطناعي مفيد، علم البيانات مفيد، طبعا مفيد في اي حاجه بغض النظر عن العلم نفسه. انا بدور على مجال اقدر اشتغل فيه في مجال الميكانيكا فري، اقدر انجز الشغل عن طريق السوفت وير. والله هو الفكره يا مش عارف دي مياده ولا ايه، اعتقد مياده صح. والفكره كلها المجال بتاع الميكانيكا مجال كبير. معظم الناس بيتجهوا في مجال الميكانيكا، في الميكانيكا للام اي بي اللي هو الميكانيكا الالكتريك بلامنج والميكانيكا الالكتريك بروجكت. لكن بصراحه دي حاجه مش كويسه، لان في مجالات كتير جدا في الميكانيكا ممكن تتجه اليها يعني. مش يعني حاجات كتير يعني، حاجات كتير قوي ممكن تتجه اليها يعني. في بقى ماشين ديزاين، وفي كونديشن مونيتورنج، وفي مينتنس وريلابيلتي انجينيرنج، دي حاجات كلها ممكن تخش فيها. انا بفضل الناس تروح فيها اصلا، لان حته الاسيت مانجمنت قادمه وبقوه. وده السؤال برضو اللي موجود هنا، بيقول لك الاسيت مانجمنت في الميدل ايست. الاسيت مانجمنت دلوقتي يعني مش قادمه، هتجتاح الميدل ايست علم الحته بتاعت الاسيت مانجمنت والمينتنس والريلابيلتي، لانها موجوده في كل الرؤيه بتاع كل البلاد 2030 في الخليج وفي مصر. حتى المشاريع الكبيره دلوقتي بقى موضوع الريلابيلتي دوت وموضوع المينتنس والكلام ده كله، بداوا الحكومات حتى بدات تعرف ان الموضوع ده مهم. فدي اتجاه حلو جدا للناس اللي هي عاوزه تشتغل في المجال. الاسيت مانجمنت من الحاجات الواعده والقادمه وبقوه بصراحه. ممكن تحكي لنا قصة بداية انجينيرنج تراكس؟ هو انجينيرنج تراكس هي يعني هي شركة في الأساس. الكلمة يعني بتاعت انجينيرنج تراكس دي كانت الاسم نفسه طبعا، والاسم دوت كان أنا يعني أنا أول واحد قلته، لأني كنت أنا وأنا في كندا كان دايما في حاجة هناك بيقول لك إن كل حاجة ليها تراك. يعني أنت لو أنت عاوز تروح في حتة معينة تمشي، مثلا عاوز تطلع في الاخر مثلا مهندس مثلا مينتنس ريلابيلتي، لازم تمشي في هذا التراك. طب انا عاوز اروح اكون تخصص تاني فامشي في هذا التراك. فانا جات لي الفكره اللي ده نعمل ليه ما نعملش حاجه زي كده في مصر او في ميدل ايست عامه. هي كانت في البدايه في مصر يعني، ليه ما نعملش حاجه زي كده ونسميها انجينيرنج تراكس، ونبتدي ان احنا نعمل مسارات للمهندسين بحيث ان هم يطوروا نفسهم. وبعد كده الفكره بدات تكبر بقى، وبقى في انجينيرنج تراكس في كذا دوله حاليا، ده في الميدل ايست يعني. وموجود في موجود في السعوديه، موجود في مصر، موجود في دول ثانيه برضو اللي حاليا دلوقتي يعني. ان شاء الله قريب هتسمعوا انجينيرنج تراكس في كذا دوله. فبدات الفكره كده يعني. كانت الفكره كلها ان هو يكون مسارات للمهندسين بحيث ان هم يقدروا يطوروا من نفسهم وشغلهم يعني. ما هو الشيء الذي لا تسامح عليه ابدا؟ والله الاسئله دي اسئله جميله، بس هو طبعا هو الشيء اللي انا ما الشيء اللي هو دايما انا ما بسامحوش، والخيانه يعني. الخيانه ده مؤثره على النفس جدا، ومن الحاجات اللي هي يعني ان الله لا يحب الخائنين يعني. فالخيانه مؤثره جدا على النفس، فدايما انا لا اسامح فيها، بس في دي بس اي حاجه تانية بسامح فيها يعني. يعني حتى لو يعني اي حاجه تانية بسامح فيها ما عدا هذا الشيء يعني، لان الخيانه مؤثره جدا على النفس وبتعمل نيجاتيف افكت رهيب على البشر. فزي ما حد يخدعك او يخونك او كده، فدي تبقى حاجه مش ظريفه يعني، وفي نفس الوقت مؤثره جدا يعني. ممكن ناس بيجي لها نوع من ال يعني ممكن ناس تنتحر لو حد خانها مثلا، فاهمني؟ لان بيكون عليها تاثير رهيب على البشر، ان الله يحب الخائنين. فالخيانه شيء مؤسف يعني.
المعوقات التي تواجه الناس في تحضير الماجستير والدكتوراه خصوصا في مصر، وازاي تغلب على مكتبه الاتصالات الاساسيه. والله السكه بتاعت الاكاديميه دي سكه مظلمه وسكه صعبه جدا لناس كتير. يعني كان دايما احنا واحنا في كندا كان دايما يقول لك انت عيطت ولا لسه، يعني بكيت ولا لسه. فطبعا كنت انا بتريق عليهم بقول ايه يعني بكيت وبتاع. فعلا هي الموضوع كله بتاع التعلم ده صعب جدا، ولان هو موضوع التعلم ده بيمشي ورا الكيرف بتاع دانينج كروجر، اللي هو الكيرف اللي بيكون عامل كده، اللي هو يعني اللي هو الاكسبيرينس والتايم. فالانسان لما بيكون عنده بيكون يعني بيكون ما عندوش اي اكسبيرينس خالص، او لسه جاهل، بيبقى واثق من نفسه 100%. ليه هنا كده؟ اول ما يبتدي يتعلم الكيرف بينزل لحد ما بيصل لمرحله اللي هي مرحله الدبريشن بقى والفروستريشن والاكتئاب والكلام ده كله. التغلب على النقطه دي الانفليكشن بوينت دي هو اللي بيخليك بعد كده تحصل وتصل الى مرحله الاكسبيرت. ده حاجه، دي حاجات علميه موجوده يعني. فانك انت هتواجه مشاكل في موضوع الماجستير والدكتوراه والكلام ده كله، ده اساسي. لو ما واجهتش مشاكل وما حصلكش الحته دي يبقى انت ما اتعلمتش. يعني انت لو ما جيتش للمرحله دي، يعني المرحله التبتليه بتاعت الدبريشن والاكتئاب والفرستريشن والحته اللي هي الصعبه دي، وتحس انك انت خلاص بقى يعني فقدت الثقه بنفسك، لو ما وصلتلهاش يبقى انت ما خدتش ماجستير ودكتوراه، لانك انت لازم توصل لها وتطلع تاني. فالتغلب عليها طبعا ده بيكون بقى يعني ايه، عارف، زي ما يكون كده في ناس كتيره بتقع في النص يعني. وحتى يعني حتى لما كنت انا في الجامعه في كندا كان بيقولوا لنا اول ما رحت، طبعا كان كنت بقول لهم هي نسبه الناس اللي بتخش يعني من كل 100 بيسجلوا للدكتوراه كم واحد بيحصل على الدكتوراه؟ طلع لهم ان النسبه عندهم ضعيفه جدا، يعني ضعيفه جدا. يعني بتتكلم انت، قاعد بقى يحكوا لي ان في سكه وفي حاجه اسمها كومبرهنسيف اكزام، في 60% من الناس بيقعوا فيه، فيضل عندك 40%، وبعد كده في الاخر خالص بتلاقي مثلا ان من 100 دول 20 واحد مثلا بياخد دكتوراه. فهي السكه صعبه بصراحه، سكه الاكاديميه صعبه. عشان كده انا مش برشحها لحد الا لما يكون بتاع اكاديميه. يعني ايه؟ زي ما قلت لك، ما تكونش انت فاضي فتروح تاخد ماجستير ودكتوراه. انا ضد الكلام ده، والكلام ده كان بيحصل في كندا. بتلاقي حتى في جنسيات معينه كده مش عاوز اذكرها دلوقتي، كان بيجوا وتلاقيه جاي هو عاوز ياخد دكتوراه، هو ومراته وامه واخته وابوه. طبعا بيفشلوا، طبعا بيفشلوا طبعا، لان الكلام طبعا كلام اهبل يعني. فهي سكه صعبه، بس انت لازم تكون انت مؤهل نفسيا ليه. بالانس ازاي اقدر اعمل قطع غيار اللي محتاجه اي عمليه صيانه وكميتها اللي موجود في المخزن؟ والله هو السؤال ده، هو السؤال بتاع السبير بارت مانجمنت ده موجود فيه، ده هتلاقيه موجود، ده في كورس عندنا اسمه كاما سيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور، بيتكلم عن الموضوع ده بتاع السبير بارت. لكن طبعا مش هقدر دلوقتي يعني انا اشرح موضوع السبير بارت، ولا احنا قايلين ان هو هيبقى اوبن دسكشن. لكن طبعا في طرق طبعا لحساب السبير بارت، يعني في طرق، حاجه اسمها البوسنز، يعني في حاجه اسمها البوسنز ديستريبيوشن، بنحسب منه السبير بارت مانجمنت، وحاجات كتير قوي. وعلم الانفنتوري اصلا علم كبير يعني، وليه شهاداته يعني. إيه رأي حضرتك ايه يا دكتور في مجال كفرصة عمل كشيت ميتال؟ والله من المجالات الكويسة جدا برضو موضوع الشيت ميتال والاستنباط والكلام ده كله، قليلين برضو اللي فاهمينه. وفي برامج كتيرة له موجودة، وفي كتب ظريفة موجودة حتى بالعربي دلوقتي موجودة، يعني كتب موجودة ظريفة يعني معمولة بالعربي. فموضوع كويس يعني، من الحاجات المجالات اللي هي الناس قليلة اللي فاهمها، فحاجة كويسة يعني. من الافضل ان تكون قائد ام مدير، وما الفرق بينهما؟ طبعا الفرق كبير بين القائد والمدير. يعني الليدر بيبقى فيها نوع من ال اكت اوف ليدنج بيبول، دوت بيعتمد على الانفلونس يعني تاثر فيهم والموتيفيشن. حتى بيسموا الناس اللي هي بتاعت اليوتيوبر انفلونسر، للناس بتقلدهم يعني. فموضوع القياده دوت موضوع مختلف تماما عن الاداره يعني. يعني القائد دوت بيكون حاجات عنده كتير يعني، في موتيفيشن وكوتشنج، بيركز على نقاط القوه، دايما بيخلي حد ينوب عنه، بينشئ حواليه قاده. غير الموضوع المدير خالص يعني، المدير حاجات كلها صفات معاكسه. فانك انت تكون قائد ومدير مع بعض، هو ده المفروض يعني. لكن في فرق بينهم كبير خالص. حتى القائد بيعمل كوتشنج، المدير ده بيعمل دايركتور يعني، حتى يقول لك ده كوتشنج.
فموضوع القيادة طبعا من الحاجات اللي هي حتى موضوع الليدرشيب دوت موجود في كل الشهادات اللي هي بتاعه الشهادات البروفيشنال. يعني هتلاقي الليدرشيب موجوده في شهاده السي ام ار بي، هتلاقي الليدرشيب موجوده في السي اف ام، هتلاقي الليدرشيب موجوده في الكاما في شهاده السيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور، هتلاقي موضوع موجود تقريبا في كل الشهادات، موضوع الليدرشيب موجود في كل الشهادات لانه مهم جدا. حضرتك انا طالب في هندسه ميكانيكيه سنه اولى، كنت عايز بس تنصحني اعمل ايه عشان لما اخلص الكليه اكون في سفر ذاكر كويس. بالنسبه للطلبه الناس انت ليك وظيفه واحده دلوقتي انك انت طالب، فانت ذاكر اللي انت بتاخده كويس. السوشيال ميديا مبوظه دماغ الناس في حته اللي هي ان انت ايه، ان انت هتبقى بقى ايه يعني تنين مجنح وتعمل كل حاجه وتاخد 55 كورس في نفس اللحظه، وانك انت لازم وانت طالب تبقى انت مش عارف ايه. انا بقول لك انت كطالب ذاكر بس المواد بتاعتك وتفوق في الكليه في الفتره اللي انت فيها في ال5 سنين، مش مطلوب منك حاجه تاني غير كده، مش مطلوب منك حاجه تاني غير كده. يعني ايه تكون فاشل في الكليه وانت عمال بتاخد كورسز، وان انت يعني الناس لازم تكون اوبجكتيف اورينتد، بمعنى ان انت ليك هدف وعاوز تنجزه. ايه الهدف في الكليه؟ ان انت تخرج بتفوق. انت اصلا ما عندكش وقت، اصلا انت عندك 60 ماده في ال5 سنين تقريبا يعني، ف60 ماده دول ذاكرهم بس وافهمهم، بعد كده بشوف انت عاوز تعمل ايه في سوق العمل. رأي حضرتك ايه في الوظائف اللي منتشره في السيلز انجينير؟ والله المهندسين في اي وظيفه بينجحوا، في اي وظيفه بينجحوا. عاده المهندسين فكرهم بيعتمد على البروبلم سولفنج، وان هم ناس بيحاولوا ان هم يحلوا مشاكل الناس، فعاده المهندس بيتحط في اي وظيفه بينجح بصراحه. فكسيلز انجينير مفيش مشاكل، يعني مفيش مشاكل ادام هو هيكون مؤثر في المكان دوت ويقدر ان هو يحقق، فايه المشكله؟ يعني ممكن يكون انت مهندس بس فكرك تجاري شويه، فا اتس اوكي يعني دي الكلوزر يعني زي ما بيقولوا، فايه المشكله انك تشتغل سيلز انجينير؟ مفيش مشاكل خالص. ايه رايك في الفايبريشن والدايجنوسيس؟ والله هو اللي جاي، يعني موضوع الكونديشن مونيتورنج والجزء اللي هو زي ما قلت لك كونديشن مونيتورنج والمينتنس والريلابيلتي هو اللي جاي، موضوع مهم جدا وانك انت ممكن تتجه فيه. ايه الشهادات اللي في الانفنتوري؟ فرق بين الانفنتوري والسبلاي تشين؟ والله هو السبلاي تشين هو علم كبير اللي هو سلاسل الامداد وليه شهادات، والانفنتوري برضو يعتبر علم جزء منه، يعني انفنتوري مانجمنت برضو موجود. في شهاده اسمها سيرتيفايد سبلاي تشين بروفيشنال، دي شهاده كويسه، وفي شهاده اسمها السي بي اي ام، دي خاصه بالانفنتوري يعني برضو سيرتيفايد بس انفنتوري يعني، او دي بتاع السبلاي تشين. الاثنين بتقدمهم مؤسسه اسمها الابكس، اعتقد لو انت حصلت عليهم الاثنين هتفهم الفرق بينهم، او هتعرف ايه القصه يعني. دي خاصه بالسبلاي تشين ودي خاصه بالانفنتوري، وممكن تسال بقى في انجينيرنج تراكس عندنا على القصه دي. ايه رايك في الهندسه العكسيه؟ وهل هي حقوق محفوظه؟ في الحقيقه موضوع الهندسه العكسيه الريفرس انجينيرنج من الحاجات اللي هي برضو بدات تنتشر، والصين طبعا كانت رائده في هذا الموضوع. الفكره كلها اللي انت لما تشوف حاجه معموله وتحاول تقلدها ده ما فيش مشكله، يعني ادام هي مش باتنت او حاجه، بس انت شفت منتج وعاوز تعمل زيه ما فيش مشاكل يعني، ما ممكن تعمل يعني، ممكن انت ادام انت مش هتلمس موضوع الحقوق الفكريه يعني. لكن الريفرس انجينيرنج ساعات بتكون هي بدايه نهضه الدول، يعني الفكره كلها يعني انت مش يعني لن تعيد اختراع العجله، دونت يعني ري انفنت ذا ويل يعني، فانت مش هتبدا من الصفر بقى، فانت خلاص الناس عملت محركات وعملت عربيات وصلت مراحل، انت ممكن تبدا منهم يعني، تبدا من عندهم تشوف هم عملوا ايه وتحاول تعمل حاجه زيها او قريبه منها وتطور فيها، بس تبدا من الاول خالص اعتقد هيبقى شيء خطا يعني. لو عندك في التيم شخص شاطر جدا بس عنصر فعال للمشاكل، ايه التصرف الصح تجاهه؟ دي حاجات في المانجمنت مشهوره، انك انت لو انت عندك حد عنده مشاكل بيبقى في خطوات يعني هي خطوات معروفه يعني، او يعني في حاجه لو انت اول حاجه لو انت اتكلمت معاه وما استجابش بتبع يعني بتعمل له انت فورمال وورنينج، او بتبعت له ايميل بالمشاكل اللي عنده، بعد كده بتعمل له حاجه اسمها بي اي بي اللي هي حاجه خاصه بالبرفورمانس بتاعه، انك انت بتحاول تعمل له بلان او عشان تحسن البرفورمانس بتاعه، خطه تدريبيه معينه. والله بقى لم يستجيب في ال3 خطوات اللي احنا قلناهم، بعد كده بيبقى في ترمينيشن بقى، بتبتدي تخلص منه لانه هيكون عنصر بيسبب مشاكل يعني، بس في 4 خطوات لازم تعملهم.
في مع العنصر ده. اول حاجه زي ما قلت لك كلام، بعد كده كتابه، بعد كده بتعمل له بلان بتطوره، بعد كده بتعمل ترمينيشن عشان ما يضرش بيد التيم يعني. هل هندسه المطريه معروفه في هولندا في اي دول اوروبيه؟ والله يعني كل الناس اللي حصلت على بكالوريوس هندسه زي بالظبط كده في هندسه المطريه لما خرجت بره كملت الدراسات عادي يعني، ما كانش في اي مشاكل يعني. ايه افضل تراك في الكورسات عشان الـ عشان البلاننج والاسيت انتجريتي؟ والله إلا لو انت بتتكلم في هذا الاسلوب انت ممكن عشان تخش في موضوع الاسيت مانجمنت والكلام ده كله، انا برشح دايما للناس ان هي تبدا بشهاده السي ام ار بي اللي هي سيرتيفايد مينتنس ريلابيلتي بروفيشنال، ولو هي عاوزه تخش في مجال الريلابيلتي يبقى السي ار اي سيرتيفايد ريلابيلتي انجينير، ولو هي عاوزه اسيت مانجمنت تخش في السيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسورز. هي دي السكه يعني. لكن في شهادات تانية كتير برضو في المجال، بس دول يعتبروا دول أشهر 3 شهادات في المجال يعني. هل توجد شهادات متخصصة في البلاننج والسكادولينج؟ لا، ما فيش شهادات في البلاننج والسكادولينج متخصص، ما فيش. لا، ما هي أهم شهادات اللي حضرتك حصلت عليها الأكاديمية وغير الأكاديمية؟ والله هو الأكاديمي أنا حصلت على تقريبا، أنا يعني حصل على معظم أو تقريبا كل الشهادات اللي هي خاصة بموضوع الأسيت انتجريتي مانجمنت والكلام ده كله. لكن اصعب شهاده مثلا او الشهاده الاكاديميه اللي هي كانت طبعا متعبه جدا ليا طبعا شهاده دكتوراه طبعا، لاني تعبت فيها جدا يعني، من الحاجات اللي هي كانت متعبه جدا بالنسبه لي يعني اللي هي البي اتش دي، وكان فيها شويه يعني الحته اللي قلت لك عليها بتاعت الدبريشن والفرستريشن، بالذات المجال كان جديد عليا، فدي من الحاجات اللي هي كانت متعبه بالنسبه لي يعني. لكن اللي انت عاوز يعني، انا بالنسبه للبروفيشنال انا شهادات كتير عندي في البروفيشنال انا باخدها كتير، لاني انا عاوز اعرف يعني ايه البادي اوف نولج بتاع الشهادات، بحب اقراها واخش امتحانها يعني. لكن هي يعني عشان اكون صريح معاك، البي اتش دي بتكون كافيه في المجال يعني. انت لو حصل على البي اتش دي، انا البي اتش دي بتاعتي في الاسيت مانجمنت في المينتننس والريلابيلتي، فطبعا لو انت حصل على دكتوراه في المجال بيبقى الموضوع كافي يعني، كل هذه الشهادات ما بتبقاش يعني مش اضافه ليك، لكن طبعا هي مهمه. فكان لو انت بتتكلم في البروفيشنال او الشغل، ساعات في استشارات بيطلبوا انه يكون سي ار اي مثلا يعني سيرتيفايد ريلابيلتي انجينير او كده. زائد انا بدرس شهادات، فبقى عاده بكون لازم اكون عارف البادي اوف نولج بتاعها. من الشهادات اللي هي كانت فيها مشاكل معايا يعني، اصعب شهادات عدت عليا، مش اصعب بقى، دخلتها كذا مره وده مش عيب يعني، الايلتس اللي هو الشهاده بتاعت الانجليزي دخلتها كذا مره، اللي كنت عاوز اجيب سكور معين بحيث ان انا اتقبل في الجامعه يعني. فعادي مش عيب انك انت تخش، احنا اصلا اللغه مش لغتنا، وساعات بتبقى في شويه معوقات بتقابلك، ودي برضو من الحاجات اللي هي وحشه يعني، الحاجات اللي هي مؤثره جدا على الناس، ان ساعات ناس يعني الانجليزي ده ساعات بيدمر ناس يعني، مع انها مش لغتك اصلا، وانك انت ممكن انت تاخد الموضوع كانه بتتعلم لغة جديدة يعني، فممكن تاخد وقت فيها لأنها اللغات عادة بتاخد وقت للتعلم. وإحنا أصلاً يعني عندنا مشاكل نفسية في التعامل مع اللغات يعني، عندنا مشاكل نفسية في التعامل مع اللغات يعني، إحنا بن بن الناس نفسها بتوقع بعضيها يعني، يعني دايماً بيتريقوا على اللي بيتكلم إنجليزي بأكسنت معين، أو بيتريقوا على الإنجليزي بتاعه، وده طبعاً ده خطأ، لأن اللغة في الأساس ايوه موضوع كله كوميونيكيت، هاو تو كوميونيكيت، يعني ازاي انت تعمل كوميونيكيشن مع الناس تانية، ثم ادام انا بقدر اعمل كوميونيكيشن وانت فاهمني خلاص يعني. كان في واحد امريكاني كان بياخد معايا كورس فرنساوي في مونتريال، كان بيتعلم فرنساوي يعني، وانا برضو قلت اتعلم فرنساوي لان كده كده عايش في مونتريال، فقلت اتعلم فرنساوي، فكان بياخد معايا كورس فرنساوي، فكان ما بيعرفش ينطق خالص، يقعد تحت كده وبيتكلم، هو اصلا نيتف سبيكر امريكان يعني، شخص نيتف سبيكر. فكنت لما بعد ما نخلص نقعد نتكلم مع بعض وكده، فكان بيقول لي، فكنت بتكلم معاه بيقول لي انا يعني بكون مبسوط قوي لما بحد بيتكلم انجليزي معايا، وانت شاطر جدا لانك انت بتتكلم لغه تانية غير لغتك، انت اصلا لغتك عربي وبتتكلم معايا انجليزي، انا اصلا مش عارف اتعلم فرنساوي. فانا عاوز اقول لك ان احنا بندمر بعض في الحته دي يعني، القصه كلها انت مش لازم تتكلم زيهم بالظبط، بس اهم حاجه تقدر ان انت تتواصل يعني، لازم تتواصل، هي دي الفكره، تتواصل. فلو انت قدرت تتواصل خلاص يعني خلاص، فاحنا
لازم نكون النقطة دي عندنا بالذات في موضوع الايه، في موضوع اللغات يعني. طبعا في أسئلة كتير بتكتر، فأنا هبص بقى على الأسئلة تاني. وفي حد هنا بيقول إيه؟ إيه خلاص إحنا هنمشي واحدة واحدة، ماشي ده خلاص تصنع. بمناسبة الايلتس، إيه أحسن طريقة شايف إنها فرقت معاك عشان تطور؟ والله أحسن طريقة في الإنجليزي هي الممارسة. الممارسة يعني الممارسة، فالممارسة هي اللي بتخليك يعني يوز إت أور لوز إت. وفي نفس الوقت يعني فيك ات تيل يو ميك ات، معنى ايه؟ حاول تمثل انك انت بتعرف تتكلم انجليزي كويس لحد ما تتكلم انجليزي كويس، فما تخافش، لان هو عاده اللي بيمنع الانسان من الكلام هو الخوف. يعني انت لو خفت حتى مش هتعرف تتكلم عربي. يعني تخيل كده اللي انت ايه، تطلع دلوقتي تتكلم تدينا خطبه بالعربي، مش هتعرف تتكلم، هتلاقي نفسك انت خايف. فالخوف هو اللي بيمنع الانسان يتكلم حتى بلغته. فانت ما تخافش، انطلق عادي، ودايما مثل على نفسك ان انت بتعرف تتكلم لحد ما تتكلم، مش عيب. انا سافرت وكنت جاي في الايلتس 6.5، كنت كان يعني لحد ما كان كويس، كان مقبول في الجامعه، لكن الانجليزي بتاعي كان وحش. ما اتحسنش الا لما انا بدات بتعامل واعيش، وعشت فتره سنين يعني، فبدا الانجليزي يتحسن بتاعي. فهي الدنيا كلها كده يعني، يوز ات اور لوز ات، ودايما ما تخافش يعني اتكلم. المشكله الموضوع كله موضوع كوميونيكيشن، والاكسنت عادة ما بتروحش لانها بتكون حاجة تانج تويست في اللسان يعني. يعني لو لسانك ما تعوجش وهو صغير، حصل له تانج تويست وهو صغير، هتلاقي دايما عندك مشاكل في اللغة، هتلاقي عندك يعني مش مشاكل، مشاكل في الاكسنت، بس مش عيب. زي بالظبط كده لما هندي بيتكلم انجليزي، زي ما صيني بيتكلم انجليزي عادي، انت بتعرف انه بيتكلم انجليزي لكنه فلوينت، بيتكلم عادي وانا فاهمه وهو فاهمني، وبنوصل افكارنا لبعض. هي دي الفكرة، احنا ما يهمكش الاكسنت، لان هي دي اللي بيدمر الناس، فاهم؟ ده اللي انا عاوز اقوله يعني. الاتش باك ايه افضل شهاده ليه؟ في شهادات في الاتش باك طبعا، وفي شهادات في البلامنج، في شهادات دلوقتي مشهوره دلوقتي في الاتش باك وفي البلامنج والكلام ده كله موجودين، بس انا مش متخصص فيها قوي، بس موجوده يعني. راي حضرتك ايه يا دكتور؟ ان انا اخر سنه في هندسه صناعيه وما عرفتش اخد تدريب في اي مكان بسبب ان مفيش مكان بيرضى يظهر بيعمل ايه كده بالظبط، لان دراساتي في الكليه، فانا الاول على دفعتي الحمد لله فاهم كويس في المجال، لكن ما خدتش تدريب. والله عادي، مفيش مشكله، التدريب مش مؤثر قوي يا ناصر، بس الفكره كلها ان هو بعد كده، بعد كده هتكتسب خبرات اول ما تتخرج، مش قصه يعني تدريب ولا حاجه، ده مش قصه يعني. وتخصص هندسه صناعيه من التخصصات اللي هي الممتازه واللي هو قادم وبقوه بصراحه يعني، من التخصصات الجميله عند الصناعيه يعني، اللي هو فيه المينتنس والريبيرتي والكواليتي والكلام ده كله. كم يلزم السي ار اي مدى صعوبه الشهاده وقت يكفي؟ والله شهاده السي ار اي من الشهادات اللي هي فيها مجهود شويه في المذاكره، لكن يعني الناس اللي هي هتلاقي معظم الناس اللي خدت السي ار اي في الميدل ايست تقريبا معظمهم انا خدوا معايا قبل كده الكورس بتاع السي ار اي، هم عددهم مش كتير، الناس اللي واخدينها في مصر والخليج يعني، في مصر والسعوديه يعني لا يتعدى ال 100 شخص واخدين السي ار اي في المينا، في منطقه الميدل ايست كلها، لكن هتلاقي معظمهم خدوا معايا السي ار اي. فالموضوع كله موضوع تجهيز بس، وبعد كده خلاص هتلاقي الامور ظريفه يعني. حضرتك تنصحني بايه يعني داخل اعدادي هندسه؟ ذاكر ال 60 ماده اللي بتاخدهم في 5 سنين كويس وتفوق فيهم، مفيش حاجه تانية وانت طالب تقدر تعملها اكتر من كده. الفرق بين الدراسه الاكاديميه في مصر وفي الخارج وما تاثيرها؟ مفيش فرق بينهم، هو الدراسه الاكاديميه هي هيها والسيلابس هو هو، وعاده الناس اللي بتخرج من الميدل ايست بيبقى ناس شاطره جدا، وخريج الهندسه يبقوا شاطرين جدا يعني، مفيش اي خلل ولا حاجه، بالعكس ده، بالعكس ده انت كمان في الميدل ايست بتتعرض لحاجات تانية اكتر يعني، بيبقى عليك ضغط نفسي ومجهود يعني عارف انت في ستريس جامد في الكليه، فانت بيكون عندك سكيلز مختلفه عن الناس التانية كمان، فمفيش فرق، بالعكس هو نفس السيلابس ونفس الكونتنت ونفس كل حاجه، فبتكونش ضعيف ولا حاجه، بالعكس بتبقى قوي. ودي حاجات برضو انا قابلتها في لما سافرت، ما كنتش عارف انا فين في وسط الناس، هل انا شاطر ولا انا ضعيف، فبتفوجئ بعد كده ان انت مستواك كويس جدا وان انت متعلم كويس جدا يعني. ما فيش ما لقيتش حد انا يعني مثلا خريج مثلا هندسه مثلا في مصر مثلا لقيته مثلا بره، لقيته مثلا في بره مثلا ضعيف، بالعكس شاطرين جدا 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 كمان. موضوع تبسيط الصيانه حتى نكون زي الكتاب، يا ريت ينتشر في كليات الهندسه وتتنس. والله موضوع التبسيط دوت بيبقى يعني هي الفكره كلها ان الناس متخيله اني مثلا لما ايه، لما اجي انا مثلا بشرح في مثلا في موضوع المينتنس والكلام ده كله، الكلام ده خد مني وقت كبير عشان تصل لهذه المرحله،
فالفكره كلها هي في طريقه العرض وطريقه العرض. يعني هم هتلاقيه يقول لك ايه، طبعا مش انا اللي بقول كده، يعني مش انا اللي بقول كده، هم الناس اللي بيقولوا، وانا يعني لم اطلق على نفسي هذا اللقب خالص. الموضوع عراب الصيانه والكلام ده، الناس اللي كاتبين الكلام دوت على لينكد ان وبيقولوا عليه جاد فازر اوف مينتننس مش عارف ايه، هو بصراحه هو مبالغه كبيره من الناس. لكن هي الفكره كلها هي في طريقه العرض، في طريقه العرض. فالفكره كلها عاده لما انت بتسمع حد وما بتفهمش منه، المشكله مش فيك، المشكله فيه هو. ليه؟ لان هو ما قدرش يوصل لك المعلومه. يعني ايه يعني إيه؟ يعني دايما if you can't explain it well it means you don't understand it well. فلو انت مش قادر تشرحها كويس فده معناه ان انت مش فاهمها كويس. فالفكره كلها هي في طريقه العرض. فكل ما تكون طريقه العرض بسيطه معناه ان الانسان ده فاهم كويس. هي دي اللعبه بالظبط. فالموضوع مش موضوع ولا عراب ولا كتاب، لان برضو الناس بيقولوا برضو اللي انا ايه موضوع الكتاب، كتاب الصيانه والكلام ده كله. انا بخلي الموضوع بسيط بس، يعني بشرح للناس الموضوع ببساطه وبقول لهم اصل الموضوع ايه، فالناس بتتبسط. فبيبتدي بقى تظهر بقى الالفاظ دي زي عراب الصيانه والكتاب والكلام ده كله. بس هي في الحقيقه انا بحاول افهم الموضوع كويس جدا، وقبل ما اتكلم بنتقي كلماتي وترتيب الجمل بتاعتي، وبخلي فيه سيكوينشال ثينكينج بحيث ان انت لما تسمعني تفهمني. ادي القصه كلها. فهو مش موضوع، مش سحر ولا حاجه. فالفكره كلها في الالقاء. يعني حتى انت لما كنت بتشرح لحد حاجه لازم تبقى انت منتقي كلماتك. اوعى تفتكر ان الناس اللي بتتكلم كويس دي اللي هي الاليكوانت وان هي البابليك سبيكر والناس الشاطره دي، ان هي يعني بتلقي هكذا يعني كده ايه مر يعني كده وهو واقف كده. لا، ده بيكون محضر مسبقا، يكون في تحضير مسبق للكلام ده. هو ده اللي انا بعمله، يعني اللي انا بدقي الكلمات اللي انا بقولها للناس في ترتيب وسياق وجمل معينه بحيث ان هو يستمتع بيها ويشعر بيها. ادي القصه كلها، يعني هي دي قصه الموضوع بس، مش اكتر من كده. حبيبي ربنا يحفظك. مع الدكتور انا اخذت شهاده السي ام ار بي مع حضرتك، شو النصيحه لي ان اخد شهاده اخرى؟ والله يا محمد ده حسب انت شغال في ايه، يعني الموضوع كله انت المفروض يعني كلمني على الخاص، قول لي انا شغال في كذا وكذا 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 وكذا، وانا اقول لك السكه فين. يعني احنا بقى انا بوجه الناس مش حسب شغله، يعني حسب اتجاهه وحسب شغله ايه، ده الفكره يعني. فلو انت سكتك الاسيت مانجمنت والكلام ده، انا اقول لك بقى الشهادات. يعني انت عندك الكاما والسي ار اي، وفي شهادات برضه في الهندسه الصناعيه من الشهادات برضه الكويسه بصراحه، ان هي فيها ميكس كويس. السي اي اي يعني من الشهادات الكويسه ظهرت يعني مؤخرا، اي بي دي اللي عاملاها برضه شهاده كويسه، انا بدرس فيها جزء و20 محاضره، يعني بتتكلم في كل الهندسه الصناعيه، وشهاده معتمده من ميزوري ستيت يونيفرستي ومن الاي بي دي ال، شهاده من الشهادات الكويسه برضه، يعني فيها حاجات كتير. ربنا يحفظك يا باشمهندس خالد، ربنا يبارك فيكم. ما الشهادات او الكورسات لكي اكون ناجح في مدير مشاريع ناجح؟ هو مدير مشاريع دي هي طبعا انت عارف طبعا كل شهادات البي ام بي، البي ام اي يعني البروجكت مانجمنت انستيتيوت، عمل شهادات كتير قوي، يعني اولها البي ام بي وتمشي بقى الاجايل والحاجات الظريفه دي والريسك والكلام ده كله. فدي كلها شهادات مهتمه باداره المشاريع ممكن تمشي فيها يعني. بس اهم حاجه انت بتدير ايه؟ هل انت بتدير مرفق ولا بتدير مشروع؟ لانك انت لو بتدير مرفق الموضوع بيختلف، بيختلف خالص. يعني في عندك السي اف ام سيرتيفايد فاسيلتي مانجر، في شهادات مختلفه خالص، يعني يعني السكه نفسها بتختلف. بس تكون انت عارف انت عاوز ايه، يعني السي اي اي دي جواها بروجكت مانجمنت، السي اف ام دي جواها بروجكت مانجمنت، ها. فلازم تكون انت عارف انت بتعمل ايه بالظبط عشان ما تخش اتجاه ويكون مش مفيد ليك. ايه حل مشكله الاسهاب في الشرح والتوضيح؟ يعني ازاي ممكن الواحد يكون كلامه مركز جدا؟ ده لازم يكون تدريب مسبق، تدريب مسبق. انا كان بيطلب مني وانا طالب دكتوراه ان انا اخش لطلبه اجانب، فلما كنت بخش لطلبه اجانب طبعا الموضوع اللغه طبعا بيفرق والكلام ده كله، فطبعا بشرح لهم. فعشان اشرح لهم كنت انا بقى يعني الكلام اللي هقوله كله في مثلا في ساعه ونص كنت بقوله كذا مره لوحدي، يعني كنت بقوله كذا مره لوحدي بحيث ان انا لما واقعد اقول لا الجمله دي قبل دي. فاي حاجه بتحتاج مجهود، مفيش حد بيتولد نجم على طول كده، انت فاهمني؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ايه انت يعني. انا بدات السكه بتاعت السكه دي من وانا معيد صغير، يعني انا من زمان حتى وانا طالب كنت بشرح، وانا طالب برضو للدفعات اللي اقل مني لو حد زميلي محتاج حاجه بشرح له والكلام ده كله. فبدات الخبرات تتراكم تتراكم تتراكم، وبعد كده بقيت
معيد، بعد كده مدرس مساعد، بعد كده سافرت، بعد كده بقيت دكتور اسيستنت بروفيسور، بعد كده بقيت اسوشيت بروفيسور وهكذا. فسكه كبيره، سكه كبيره بتعدي ال 20 سنه. فعشان كده الناس ما تستعجلش، يعني الناس ما تستعجلش، يعني مش انت مش هتتولد نجم، لازم تاخد بقى ايه فايده الخبره بقى والمجهود، ولازم تاخد كده، لازم تاخد وقت. فانت مش اول ما تبتدي تشرح هتبقى نجم، لا لازم تاخد وقت كبير، ولازم انت يبقى عندك بتعمل بروفات وتقعد تدرب نفسك. هي الدنيا كده يا جماعه، ما فيش حاجه بتيجي سهله ابدا. يعني عشان كده ان في ناس بتشرح وتقعد تتكلم انت مش فاهم منها اي حاجه. وانا ساعات بسمع لناس، يعني بس بخش اسمع مثلا لحد بيشرح، انا ساعات بقعد قدامه مش فاهم منه حاجه خالص، فانا بكون قاعد انا واثق ان هو يعني في دايما ايه، في ناس لما بتفهمش من اللي قدامها بتقول لك ده مستواه عالي وده نجم وده حاجه اعجوبه واحنا مش فاهمين منه. غلط غلط، مفيش حاجه اسمها كده. لو انت ما فهمتش منه يبقى المشكله فيه هو مش فيك انت، لان لازم اللي بيشرح ينزل لمستوى الناس اللي بيشرح لهم. بمعنى ايه مش ينزل لمستوى، يعني ايه لازم ينزل لمستوى دماغه. يعني انت انا بقيت طالب وانت بتشرح لي انا مش فاهم منك، يبقى في مشكله في اللي بيشرح مش اللي قاعد. الاودينس ما لهوش ذنب، ادام هو مركز معاك وحواسه معاك ومش فاهم منك تبقى المشكله فيك انت. فانا دايما بقول كده، ما تنخدعش وتقول او تحط شماعه تقول ايه ده مستوى عالي واحنا مش عارفين نوصل له. غلط، هو اللي المفروض يوصل لك. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ المتحدث هو اللي بيصل للاودينس مش العكس. فدي مشكله، يقول لك ده ايه ده علامه، ده واو، ده دماغه عاليه مش عارف يوصل لنا. طبعا الكلام كله فيك، والكلام ده كله كلام غلط ليس له اي اساس من الصح. لو هو ما قدرش يوصل لك المعلومه ففي مشكله عند المتحدث وليس المتلقي. كلامي واضح صح؟ ما الشهادات او الكورسات قلناها دي، ايه الحل؟ شكرا، ساتواصل معك. مش معالي الدكتور ولا معالي ولا حاجه، قول على طول لياسر على طول. ربنا يحفظك بعد اذنك. حضرتك في مصر لا توجد اعمال صيانه بين والمنشآت، مع اني حاليا يتم تدريس ماده الاعمال. لا، في اللي انت بتتكلم عنه دوت هو الحاجه احنا بنسميها الفاسيلتي مانجمنت. اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه الفاسيلتي مانجمنت. الصيانه في حاجه اسمها اسيت مانجمنت وفي حاجه اسمها الفاسيلتي مانجمنت. الفرق بينهم طبعا ان الاسيتس زي الماكينات مثلا، يعني انا باختصار يعني الفاسيلتي زي المكان اللي فيه الماكينات، ده الفرق بينهم. فالمكان اللي فيه الماكينات ده بيبقى ساعات يبقى مبنى، فالمبنى دوت بيبقى ليه صيانه، يعني ليه مينتننس، والكلام ده موجود في الشهاده بتاعت السي اف ام، وفي اسسمنت وتبص هنا وتبص هنا، الكلام ده موجود. او ما يطلق عليه في الجامعات في مصر الصيانه المعماريه او الترميم او المباني، دي اسمها الفاسيلتي مانجمنت. الفاسيلتي مانجمنت ودي ليها شهاده، ومن الشهادات المحترمه جدا شهاده السي اف ام سيرتيفايد فاسيلتي مانجر، بيتدرس فيها 11 موضوع من ضمنها الجزء بتاع المينتننس اللي هو بيهتم بهذا الجزء، بيهتم بهذا الجزء. وانا انا بدرس في السي اف ام الحته دي بتاعت المينتننس والاوبريشن بتاع المنشات والكلام ده كله، لانها نفس الفكر بتاع الماكينات مع اختلاف بقى المبنى والماكينه. يعني دكتور لو بحضر ماجستير رياضه هندسيه ينفع يبقى رساله البحث عن الاوبتمايزيشن هندسه صناعيه؟ اه طبعا ينفع، ينفع طبعا. الاوبتمايزيشن كلها رياضه، الاوبتمايزيشن اصلا عباره عن حاجه اسمها ماثيماتيكال بروجرامنج. الماثيماتيكال بروجرامنج ديت عباره عن اوبتمايزيشن، فممكن طبعا يكون الشغل بتاعك في هذا المجال ما فيش اي مشكله. وعاده الهندسه الصناعيه بتتربط مع الماثيماتكس، يعني انا كنت في قسم اسمه قسم الهندسه الصناعيه والرياضيات، كان ماثيماتكس اند اندستريال انجينيرنج، فعادي ممكن يرتبط بيها عادي ما فيش اي مشكله. ايه الفرق بين شهادات البي ام بي وشهادات اخرى؟ والله البي ام بي وشهادات، يعني في شهادات كتير طبعا، لكن البي ام بي من الشهادات اللي هي طبعا هي الاكثر طلبا في العالم زي ما قلت لك. البي ام اي بقى عامل شهادات تانية كتير، يعني في شهادات تانية كتير عاملها، شهادات بقى بتبقى حسب المستوى نفسه. لكن الشهادات الاكثر تفاعلا هي شهادات البي ام بي. فطبعا بنصح الناس كلها دايما ان هم ياخدوا شهاده البي ام بي، لكن طبعا في شهادات طبعا زي الاي بي ام اي والكلام ده كله، شهادات تانيه كتير يعني في المجال بتاع البروجكت مانجمنت. هل كورس الجلوبال مينتننس يكفي لشهاده السي ام ار؟ لا لا،
ما شهاده السي ام ار بي محتاجه كورس اسمه سي ام ار بي، اسمه سي ام ار بي، في اسامي تانية لشهادات تانية او كورسات تانية لكن لا تتوافق. يعني دايما لما تيجي عاوز تاخد شهاده خد كورس يحمل نفس اسم الشهاده. هل يوجد علم يدرس لغه الجسد ولو الناس بتفهم منك ما لا تقصده وازاي تقدر تعالج الموضوع؟ لا، هو موضوع علم لغه الجسد والكلام ده موجود طبعا، دي علوم موجوده ودي تدرس يعني في الطب الشرعي والكلام ده كله. لكن يعني ممكن انا عاده لما اجي اشرح ادائي في المحاضره اللي هي الفيزيكال لما بيكون مختلف عن ادائي لما اكون بشتغل اونلاين. يعني انا لما اكون بشتغل اونلاين بعتمد كله على صوتي وعلى البورد، لكن في لما بكون بشرح فيزيكال بعتمد على صوتي والبورد وحركات وشي وحركه ايدي والكلام ده كله. فانا طبعا بكون المحاضره يكون فاهم كده ان هو حسب وضعه ايه. فهتلاقيني لو انت سمعتني اونلاين هتفهم مني كويس، لو انت سمعتني في المحاضره هتفهم مني. انا حسب الحواس اللي مستخدمه، يعني انا بشوف ايه الحواس اللي مستخدمه وابتدي اتفاعل معاك بيها. يعني هو ده المعنى. فده لا ده 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 مش معناه ان في قصور في الاونلاين، بالعكس انا بفضل الاونلاين دايما في التعليم دلوقتي في المحاضرات عشان الوقت والمجهود والمحاضره ريكوردد وانت شايف الشاشه وقاعد مستريح والكلام ده كله. لكن الفيزيكال برضه ليه مميزات تانية، يعني دي ليها مميزات ودي ليها مميزات. الام بي اي رايك بحضرتك فيها؟ والله الام بي اي انت قصدك طبعا الام بي اي اللي هي كده فانت قصدك الام بي اي طبعا يعني ماستر بزنس ادمنستريشن والدي بي اي والكلام ده كله، هي شهادات يعني مش طبعا الناس تزعل مني لما بتكلم في الكلام ده، لكن باختصار يعني انا افضل الشغل الاكاديمي اكتر لان يعني دول ميكس، يعني هي بيزنس وماستر دكتور دي. يعني عاده الناس اللي بتلجأ ليها بيبقى باحثين عن اللقب اكتر، والناس بتزعل مني لما انا بقول كده بس هي دي حقيقه. يعني فلو انت عاوز تبقى شغل اكاديمي روح للاكاديميه، روح للاكاديميه. يعني في عندك حاجه اسمها بي اتش دي، في حاجه انت حاجه عندك اسمها ماستر انجينيرنج وماستر اوف ساينس، واحده فيهم عباره عن كورسز وواحده فيهم عباره عن فيها اطروحه ثيسس. دي السكه بتاع الاكاديمي، او روح سكه البروفيشنال دي بقى سكه ميكس، يعني سكه ميكس. والله لو الناس بتستمتع بيها خلاص هو نوع من العلم برضو، لكن انا مش يعني لا افضلهم يعني. يعني فطبعا في ناس بتزعل من الكلام ده بس هي دي الحقيقة. يعني انا بقول لك اللي انا شايفه. يعني إيه ما انا قلت لك بقى ان في شهادات بي ام بي وفي شهادات تانية بتبقى اقل واعلى، وفي شهادات بتبقى خاصة بالناس اللي لسه متخرجين وقصص كده يعني. ففي شهادات كتيرة قوي في الموضوع المجال بتاع البي ام بي والكلام ده كله. انا كان لي الشرف اني خدت شهادة السي ام ار بي بعد ما حضرتك الكورس مع حضرتك الكورس مع معايا. ايه نصيحة حضرتك لما بعد ذلك مع العلم اني مهندس عمليات تشغيل؟ والله حسب تشغيل وعمليات ممكن تاخد اللين شهادات اللين كويسه جدا، اللي بتعتمد على الكونتينوس امبروفمنت وريموفنج الويست، دي شهادات محترمه جدا. ممكن تاخد في الاسيت مانجمنت برضو كاوبريشن، ممكن تاخد اسيت مانجمنت سيرتيفايد اسيت مانجمنت انت اسيسور. وادام انت تشغيل وصيانه فانت السي ار اي غير مؤثره معاك، ما تاخدش السي ار اي، لكن ممكن تاخد لين، ممكن تاخد سي اي اي سيرتيفايد اندستري انجينير، ممكن تاخد سيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور وهكذا. اتمنى طبعا، انا مش عارف هل في اسئله تانية ولا لا، لو في حد عنده سؤال تاني. سؤال واحد بس، لو عند حضرتك فرصه انه يدرس هندسه في المانيا وهي مفتوح له هندسه في مصر يسافر ولا لا؟ ما فيش حد بياخد قرار لحد يا باشمهندس احمد امر، ودايما الانسان اللي بياخد قرار هو انت بتاخد القرار دوت. ما فيش حد بياخد قرار لحد ومفيش حد بيختار لحد، والله كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها يعني. فانت يعني ما فيش حد ياخد قرار ليك، لو ليك فرصه انك تسافر تتعلم وبتاع جو اهيد، لكن ما فيش حد بياخد قرار لحد. ما اقدرش اقول لك لا اقعد او سافر او دي احسن او دي اوحش، انت اللي يعني انت بتاخد قرار وبتكون مسؤول عن قراراتك يعني، فاهمني؟ لكن لو في فرصه جو اهيد يعني لا ليه يعني، ما دام ربنا فتح لك سكه. انا في حياتي عمري ما اخترت شيء، دايما ربنا بيفتح لي باب بمشي فيه وخلاص. يعني مفيش، ما عمري ما اخترت شيء، يعني ما رحتش على شيء او جريت ورا شيء او لسعيت لشيء، ولو حد بيتخانق على حاجه بسيبها له وامشي. يعني ما بقول ان ادام فيها خناقه يبقى مش بتاعتي يعني، يعني ما بتصارعش على حاجه مع حد، وفي نفس الوقت بشوف الباب اللي ربنا بيفتحه لي بمشي فيه بس، ما فكرش في حاجه تانية. يعني هو ربنا فتح لي الباب ده يبقى باب فيه خير، ربنا اغلقه في وشي يبقى خلاص الباب ده يبقى مش خير، اشوف باب تاني يعني. فانا حياتي كلها كده يعني، لان مفيش حد عارف الخير فين اصلا يعني،
مفيش حد عارف، مفيش حد عارف يعني لو كنت اعلم من الغيب لاستكثرت من الخير، مفيش حد عارف الخير فين، مين قال لك ان ده خير ولا؟ فانت بتمشي في السكك اللي هو ربنا يفتحها لك وييسرها لك، احنا بنسعى بس، احنا بنسعى فقط وربنا بييسرها لنا يعني. انا جاوبت على السؤال بتاع المناهج دوت، تقريبا المناهج طبعا هي هي مفيش فرق. اتمنى طبعا ان انا اكون ربنا يحفظه عشان صحنا، اتمنى طبعا ان انا اكون اسعدتكم في المحاضره دي وجاوبت على الاسئله اللي هي في ذهنكم. انا طبعا كل هدفي ان انا يعني ايه، ان انا افتح مجالات للناس واجاوب الاسئله للناس. عاده في ناس بتبقى عاوزه تسالني اسئله وانا مش ما عنديش وقت يعني، فكانت فرصه جميله ان انا اتكلم مع الناس، لو حد عنده سؤال عنده حاجه زي ما انتم شايفين اتواصل معاكم. طبعا انا سعيد جدا بيكم في، واتمنى يعني يكون الوقت اللي احنا قضيناه مع بعض دوت في ميزان حسناتنا جميعا، ويكون مؤثر في حياتكم زي ما هو بيأثر في حياتي. يعني انا بكون مبسوط جدا بعد ما ادي فري ايفنتس او اتكلم مع الناس او اوجه الناس، بحس انه يعني كله ميسر لما خلق له، وربنا يسر لي ان انا اتكلم معاكم او جعل لي منبر ان انا اتكلم معاكم بهذا الاسلوب يعني. فنتمنى ان هو ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، ويكون خير ليكم ويوفقكم للي فيه خير ليكم، ويجعله في ميزان حسناتنا. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فعاليات اخرى، ويعني اكون سعيد لما احنا نتكلم مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. ولو احتجتوا برضو كل فتره احنا ممكن نعمل الايفنت بتاع كويشن اند انسر ده، بحيث لو في حد عنده اسئله او في حاجه شغلاه عاوز يتكلم في حاجه، فطبعا ده يعني بكون سعيد بحاجه زي كده. انا طبعا تليفوني هتلاقيه موجود مع انجينيرنج تراكس، لو في حد فيكم عنده اي سؤال برضو شخصي ممكن يبقى ياخده عادي يتواصل معايا على الواتساب، بس الواتساب افضل يعني، لاني عاده ما بردش على التليفونات بس برد على الواتساب على طول. وان شاء الله باذن الله نكرر الحدث ده اكتر من مره، واحاول بقى الايفنتات الجايه نختار مواضيع تانية تكون مفيده ليكم كلكم. شكرا جزيلا ليكم، واي حد يا جماعه محتاج اي حاجه ممكن يتواصل معايا على الواتساب لو محتاج اي حاجه. شكرا جزيلا ليكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في يعني في فعاليات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.